ماريا كانت سموها الهند الصغيرة. ماريا من نوع القمر يعني. قد ما كان فيها عائلات شوام وهي أما تصير يعني أسوأ شعبية. كلها عائلات هون ومحافظة وكذا. بعدين بالمستقبل هذا هالوقت صارت فيها محلات تجارية ومحلات كان كلها محلات شعبية. صارت من محلات شعبية ومأكولات محلات تجارية. تطورت مع التطور ومشيت مع هي. بده يزور الشام من كافة إصقاع الأرض لازم يمر بالإمارية وبالشام تحديدا. أنا لحسن حظي أنه إلي محل بالإمارية بالمنطقة هاي والحمد لله شعب راقي ومحترم والله دخيل اسمه رب يعني يعم الهدوء والسلام ببلدنا سوريا وترجع الأمور مثل ما كانت. الإمارية تسمية للشيخ الكردي الإماري اللي عمر جامع الإمارية، هاي سبب التسمية. ماريا هل انت محل ملك واقف انت كان هون مدخل المعبد هون بسموه القرن اللي قدام شوي في باب جيرون اسمه باب جيرون هو كان باب المعبد الاساسي لجامع الاموي والاسوال القديمه هي من جديد يعني تنشطت قبل 15 سنه تنشطت وصار فيها حركه ان كان سياحيه ولا ان كان خلينا نقول داخليه يعني الشام القديمه كلها صاروا العالم وين رايحه على الشام القديمه كذا يعني منفذ للتسوق والتسلي. سوق الإماريه هو اقدم سوق يعني في دمشق القديمه اللي واصل مع سوق الحمديه وجامع الاموي مشهور بمحلاته التجاريه وهو سوق شعبي يعني. الحي قديم بس فعلا من 10 سنين لهلا فرق كثير. يعني سابقا انا ابن الشيخ محدين والصالحيه شارع كان ضخم جدا هلا هذا صار بيوازي او بيزيد عنه بالحركه التجاريه. هذا الشارع اقدم شارع مأهول بالعالم يعني عمره لا يقل عن 8000 عام.